ماي جاد. سوري مان لو دخلت عليك وانت بتغير. لا يا عم بغير ايه يا عم؟ انت شايفني هبقى البوس قصادك؟ انا كده لابس. ايه ده؟ يعني انت كده خلاص لابس؟ امال ايه؟ بس انا اصلي في الاوضه بحب اقعد مرحرح. ايه يا عم انت واقف عندك ليه يا عم؟ ده اوضتك انا اساسا ضيف عندك. اتفضل. عجبتك الاوضه؟ لعلمك انا ذوقي اساسا شبه ذوقك، اكملنا اخوات وكده. بحب الحاجه تبقى هاديه ومرخيه للاعصاب. هو من ناحيه مرخي فهو مرخي للاعصاب اوف كورس. مين ده؟ نهون اللي على الشمال تحت ده. يور بيست فريند؟ ايه؟ صاحبك يعني انتيمك؟ لا يا عم العين تقلع الحاجب. ده الفنان لولاكي لولا 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 وحماتي بنت كلب حلا لا بتفهم في الاتيكيت. لا 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 اصل انا تملي احب احط التاتش بتاعي واخلي الكلام كله شقاوه. انت مفكر انه صاحبي علشان الستايل وكده؟ انا اصلي متاثر بيه. وات ايفر. اخيرا لقيت حد اعرفه. ده رودي فولر صح؟ انت تعرفه؟ امال ايه يا عم؟ ده اعظم لعيب تنس في البرازيل. بس عارف ايه يا عم انت بتشنج عليا ليه يا عم؟ انت ازاي الفت غنوه زي دي؟ ازاي سبونج بوب بقى سبونجي بوب؟ ازاي؟ وليه اصفر كموني؟ ليه مش ليموني؟ اسهل وصح. والله يا استاذ حماده هلال حساها كده. كام داون. بغض النظر عن مهرجان الالبسه اللي جوه ده، ليه حطيت السلحفه في البانيو؟ ايه ده؟ انت قصدك على دوناتيلو؟ دوناتيلو؟ انا اصلي مسميها على اساس سلاح في النينجا وكده يعني. كان عندي مايكل انجلو بس ده انا دوست عليه وانا صاحي من النوم بالغلط فعملته طفايه. وكان في ليوناردو ده كنت بلعبه وسقط مني في قلب الكابانيه ومات. بصراحه عرفت انقذه وكنت عايز اجيب لهم المعلم رجلان بس ما لقيتش فار عجوز. ارضك بيتين ده تعالى يا ولدي. الكبير عاوز كلامك بتطور دلوقتي. اسمعني دلوقتي يا عم بس عيني اسمع كده كل المسلسلات بتقولها كده. دلوقتي عايزك دلوقتي. يلا طيب روح انت دلوقتي يا فزاع. ايه وانا هبقى احصلك. طيب على طول ماشي يا فزاع. فزاع بياع بياع ناوي الواغي. فكك مني وخليك معايا. ايه ده؟ لا دي تلقاه حد بيشتغل في الارض للجارنا. ده صوت انذار عربيتي انا عارفها. انا هو اشوف فيها ايه. خليك الدار امان. تلقى حد قاعد على الشنطه ولا قط زراعي يحك فيها. روح يا اشرف شوف بيحصل ايه. تؤمر يا كبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هي العربيه الفيرنا اللي بره دي بتاعت حد؟ اه ده عربيتي. حصل لها حاجه؟ اللي هي الفراني ده. ايوه يا عم فراني ورخاصها مسحوبه. اخلص مالها؟ ليه فيها كلب ابيض في بني وبيهز دماغه كده على التابلون. انت مالك يا ادم حسسني ان احنا قاعدين في الباركنج بتاع كارفور؟ دي هي عربيه فرني واحده في البلد كلها. لا بس جميله ربنا يبارك لك فيها يا رب ويكفيك شرها. يكفيني شرها؟ الحاجه يا كبير الجراج بتاع حزلجون بيه خبط العربيه ده شمالها. ده شمالها ازاي؟ يا عم ما تحولش يا عم. مفيش حاجه ده كل الحكايه بس بارابريز وشنطه وسبويلر والبيبان تبقى تترد على البارد. اما بالنسبه للسقف شاف ايه وبان ايه يا بني ادم؟ حرام عليك العربيه لسه جديده. انا لسه حاطط لها 20 لتر بنزين 90. هجيب بنزين انا منين دلوقتي؟ لا 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 يا عم انت بتزعل كده ليه؟ امال لو كنت راكب ماتريكس ولا افيو كنت عملت فينا ايه؟ ان كان على فلوس التصريح نديلك على الجزمه. ادفع له يا كبير. الو انت مين؟ الميلانين. لمؤاخذه يا كبير الشبكه واقع. عاوز ايه يا حزلجوم؟ بص يا كبير مش هطول عليك. الموضوع اللي كنت عايزك بخصوصه كنت عايزك لمؤاخذه تجمع كل الالبسه بتاعتي وتحط عليه في طرد وتبعتها لي على الصين. اصل هنا بصراحه المقاسات كلها صغيره ولما سالت دلوني على واحد بس بيبيع مقاسات معقوله ولازم اركب له مواصلتين. احب على قدك يا اخي بلاش تفاصيل. والنبي يا كبير ما تنفط حكمان التسلخات خلاص هرتني وماشي بالبناطيل على اللحم. لا 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 بلاش تخليني اتخيل خيالات مريضه. ممكن يا كبير انا عارفك نساي اصلا. لما مؤاخذه بس اول ما اقفل معاك انزل للراجل الطراد اللي هو بتاع الطرود ده حط عنده اللي لبسه وابعتها لي على هنا. يا جنجون الجيت سكي بتاعك ماله؟ جنجون
وجيت سكي في نفس الجمله. ده مالي كان واد هدرس وانت مسافر بيفرش فوقيه وبياكل اللي عليه طعميه وبيفك ميه في قلب التانك. وات مالي كنت مقفل التانك ورايا يا سيدي وانا خايف اتدلدق؟ انت مجنون يا ابني. تلاقي كتر الحمض كلس البطاريه فالتريبلات ضربت. ايه ده؟ هو انت بتفهم في البيتش باجز؟ امال ايه يا عم؟ انت مفكرني عويل ولا ايه؟ انا الحمد لله بفضل ربنا عديت المرحله دي بكتير، دلوقتي بقيت بركب السكوتر ابو عجلتين. شفت جبت لكم معايا ايه؟ جبت لكم معايا عصب السكر. ده من اشهر المحاصيل اللي بتشتهر بيه السعيد. بالك يا سجون؟ ده اللي بيتعمل منه جميع انواع السكر. السايب والمكعبات والبني واللي بيرش الفطاطي البودر ده، ولما الكبير ياجي يبيرني عليا. ماشي. اه بالحق. هو مفيش وقل؟ انا جعان قوي وهفتان وهسرق عليا. ايه سفيفه في بطنك؟ لا سفيفه الصحراء. انا مش موت. لا مؤاخذه. على رأي الكبير عيل ملسلس. شفت حاجة؟ إن شاء الله هنفرفش سوا.